أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة الحضور جميعا، أبنائي طلاب العلم وطالباته، لقد دأبنا في هذا المعهد وفي غيره كما دأب غيرنا على الوقوف عند ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أجل أن نستثمر اللحظة، من أجل أن نوجه الشباب إلى ما ينبغي أن يكون عليه من الوعي والمعرفة برسول الله صلى الله عليه وسلم وأحواله، وما يدفعه من ذلك أيضا إلى النضال عنه والدفاع عنه في المنتديات في الأماكن. نحن نعرف الآن، هذا عرفناه قديماً، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إنساناً عالياً، كان إنساناً يحمل رسالة عظيمة، وأنه استطاع أن يخرج من دياجير الظلمات أمة لم تكن أبداً مرشحة لأن تكون أمة تحكم العالم، الأمة التي جاء فيها النبي من العرب، إنما كانت تتداول خدمة الفرس والروم في الشمال، وتقف على الثغور حامية، ويكون أباطرة الروم وأكاسرة الفرس هم الذين يتصرفون في مصيرهم وفي مصير هذه الأمة العربية، ولذلك كانت الحدود معروفة، لا أحد كان بإمكانه أن يتجاوز وأن يعدو طوره. أمة هكذا ترى نفسها ضعيفة، وحينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وفد من العرب ووفد ثعلبة بن شيبان، وقد جاءوا وعرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وجادلهم وناظرهم وصروا بالإسلام وقبلوه، فاشترط عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينصروا الإسلام في ما يلي ديار العرب وما هو خارج ديار العرب، أي في بلاد الروم. فقالوا هذا لا نستطيعه، لأن هؤلاء الكاسرة والقياصرة لا يقبلون من يقيم في جوارهم أن يحدث أمراً أو يؤوي محدثاً، فإن شئت نصرناك في بلاد العرب ولم نكن لنا أن ننصرك خارج بلاد العرب. بمعنى أن هؤلاء كانوا قانعين، كانوا لا يطمعون في أن يقولوا كلمة خارج بلادهم، خارج حدودهم، بل داخل الحدود، حدود البلاد العربية، لم يكن يملكون كل أمورهم وكل قراراتهم. كان الناس يتدخلون، تدخلوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حينما أسسوا وبنوا في جانب المسجد النبوي مسجدا هو مسجد الضرار، لم يبنوه لأنهم كانوا يريدون أن يصلوا، لا، إنما بنوه ليكون إرصادا لمن حارب الله ورسوله، كانوا يريدونه قاعدة للانطلاق لمهاجمة الإسلام، فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإزالته وأحرق المسجد، رغم أن اسمه مسجد ولكن وظيفته كانت هي أن يكون هذا قصفا للإسلام، لدار الإسلام في منبتها، والأمر في هذا يطول. إذن هذا وضع الأمة التي كانت لا تطمع في أن تبتعد أكثر من حدودها، بل في حدودها لم تكن تملك كل شيء، ولكن هذا النبي الذي أسس هذه الأمة في لحظة قياسية في زمن قياسي داحت هذه الأمة وامتدت، فإذا بها تدخل أوروبا وتكون في الأندلس مقيمة وتنشئ حضارة كبيرة في الأندلس، عاشت نحو من 8 قرون، وأحدثت هذه الحضارة الأندلسية أحسن ما عرفه الإنسان من الفنون
من الجمال من العلم. ولا زال المسلمون القدماء الذين كانوا في الأندلس هم الذين ينفقون على الأوروبيين حالياً بما تركوه من مآثر، هي الآن مآثر سياحية تدر المال الكثير على أهل البلد، على الإسبان. أسبان ينفق عليهم المسلمون القدماء، لم يستطيعوا أن يأتوا بشيء أفضل مما بناه المسلمون ليعرضوه للبشرية، بل إنهم فيما مسوه أساءوا وأفسدوا. وقد مسوا يوما كنيسة أو أمر أرادوا أن يكون كنيسة أو مسجد إشبيلية وقطعوا الرأس وكان جميلا، رأس الصومعة كان جميلا وكان مضيئا، وكانت تعلوه ثلاث تفافيح ذهبية، وكان إذا سطع القمر يرى كأنما هو مشتعل من بعيد. فحينما جاء الذين انتصروا والذين أخرجوا المسلمين أزالوا التفافيح وأخذوا الذهب ووضعوا مكانها حديدة دوارة سموها الدوارة أي الخيرالدا، هذا شأنه، أي رجعوا بالناس إلى الوراء. وكل شيء من هذه الأشياء التي مسوها أفسدوها وأفسدوا الكثير، وذهبت معالم كثيرة وذهبت مكتبات وأشياء وأشياء ضاعت بسبب أن المسلمين زالوا. إن هذه الأمة الإسلامية ليس الأمة التي يصفونها الآن بأنها أمة تريد العنف وتعشق العنف، أبدا، أمتنا لا تعرف العنف لأنها تعرف الفن والحضارة والعلم، وهذه أشياء لا تدع مجالا لشيء آخر. إذن هذا النبي هو الذي أنشأ هذه الأمة، نحن نقوله هذا من موقع أننا أمة مسلمة محبة للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن النزهاء والعارفون والذين الإسلام اعوجاجات نفسية كلهم يقولوا هذا الكلام، كل الأدباء الكبار المفكرين المتجردين ما منهم أحد إلا وقد قال كلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تولستوي لم يكن عادي حينما تحدث، وبرنارد شو لما تحدث، وفيكتور هوغو، وهؤلاء كثير من الآن أصبحوا كثرة كافرة اجتذبتهم. طبعا كان لهم صفاء في الدين واجتذبتهم كمالات النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ما قال. ونحن الآن في هذه اللحظة نعيش حالة من استيقاظ شيء غير قليل من الحقد الدفين على النبي صلى الله عليه وسلم. رأيناه ومرر إلى الناس بدعوى الحرية، حرية التعبير، ثم بدأ هذا في منطقة من أوروبا، ثم انتقل إلى فرنسا، ثم توالت الغارات على شخص النبي صلى الله عليه وسلم، توالت. الأمر لم يكن طبيعياً، لأنكم لو كنتم أحراراً أو تمارسون حريتكم لوزعتم هذه الطاقة الفنية على جميع الأشخاص. لماذا تقصدون شخصاً معيناً هو محمد صلى الله عليه وسلم؟ بمعنى أن محمداً هزمكم ولم تستطيعوا أن تأتوا له بنظير أو بمن يشطب على اسمه. استعمار مر في كل البلاد الإسلامية، في أي بلد لم يستطع أن يزيل اسم محمد، بل إن هؤلاء يقولون إن أكثر الأسماء دوراناً ورواجاً الآن في بلاد الغرب هي اسم محمد. فهذا الذي ذهب مهاجراً راغباً في أن يعيش في بلاد الغرب وأن يكون له فيها إقامة، بمجرد أن يولد له طفل يسميه محمداً، بمعنى أنهم قالوا إن محمداً لن ينتهي، إن محمداً مستمر في هذا الشكل أو بذاك. ولذلك ترون هذه الأشياء التي يجب أن نفهمها على أساس أنها أمراض نفس وليست فكراً ولا فناً ولا أدباً، لأن الأدب لا يكون كذلك، الأدب لا يكون كذلك. في الجاهلية
كان بعضهم لا يهجو، بعض الشعراء معروف مذكورون معروفون، نمر بن تولب واحد منهم، كانوا يقولون إن الهجاء، خذوا هذه مزيانة هذه مليح، إن الهجاء من قصاه، إن الهجاء من قصاه، حينما تهجو لا ترتفع، ترجع إلى الوراء، تبين عن أسوأ ما في داخلك. وكان بعض الشعراء يقال له يقال إنك لا تحسن أن تهجو، فذكر لهم قال إذا قلت مثلا عافاك الله أو أخزاك الله فما الفرق؟ لا أستطيع أن أقول هذا، ولكنني لا أقول ذلك. وانظروا هذا في ترجمة الشاعر نصيب، وكان رجلا شاعرا مفلقا، وكان ممن لم يهجو أحدا، ونحن هذا الذي يجب أن يربى عليه أولاد المسلمين، لا يهجو أحدا حتى من يخالفك. أما هذه الأشياء التي نراها الآن في هذه الفضائيات وهذه، غريب جدا على الذوق الإسلامي، لا يقبل ذلك. حينما نرى الناس يتشاتمون ويسب بعضهم بعضا ويسيء بعضهم إلى بعض ويلعن بعضهم بعضا، فلأنهم ينحدرون، هم لا يرتفعون، هم ينحدرون. ويأتي دائما زمن لنقول للناس كفوا عن هذا، هذا لا يخدم دينا ولا دنيا. إذن فنحن الآن كما قلت نعيش في هذه الحالة التي يتألق فيها شخص النبي صلى الله عليه وسلم، يرتفع بالدراسات، بارتقاء المعارف، بتواصل العلوم، شخص النبي صلى الله عليه وسلم ليس متراجعا، هو دائما صاعد، خصوصا في هذه المرحلة. لذلك يأتي أناس من ضفة أخرى ليفصم هذه العلاقة العاطفية بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه العلاقة، هذه المحبة أمر مطلوب في القرآن وواقع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى أمرنا أن نحب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون أحب إلينا من مالنا وولدنا والناس أجمعين. والذي لا زال له تمييز، ده كان الناس لهم حب لأبنائهم وأموالهم وتجارتهم حبا يعلو على حب الرسول صلى الله عليه وسلم، فيجب أن يراجعوا إيمانهم. هذا القرآن يتحدث بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا سقفا، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه، حتى يقول من نفسه التي بين جنبيه كما قال ذلك لعمر. إذن فالأفق عال، ولذلك يجب أن يكون الاشتغال على هذا الورش كبيرا، أن نعلم الناس أن يحبوا النبي صلى الله عليه وسلم شيء مهم، كما نعلمهم الفقه والنحو والأدب وكذا، نعلمهم أن يكونوا محبين للنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا قبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا العدد الكبير من الشعر الذي سمعه وأصغى إليه؟ هناك شعراء مدحوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسمع، وطالب النبي صلى الله عليه وسلم شعرهم، بل أعطى برده لكعب بن زهير. لماذا؟ ليس لأن هذا كلام عادي، بل لأنهم كانوا يمتدحون النبوة، ويمتدحون ما يجب أن يعتقده الإنسان المؤمن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأذن له بذلك. وجاء ابن سيد الناس من العلماء الأندلسيين فكتب كتابا جميلا جمع فيه هذه المدائح، وموجود، يسمى منح المدح. هذا الكتاب منح المدح جمع فيه كل مدحة قيلت في رسول الله صلى الله عليه وسلم، جميل. إذ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقبل المديحة ويرحب به ويثيب عليه. لماذا؟ لأن ذلك الشعر هو سبيل ومن سبل تقوية الصلة بين هذه الأمة ورسولها. وعبر التاريخ كان الشعراء ينشدون، وما من شاعر كان يجد لديه هذه القوة ولديه عارضة للقول كان يفعل ذلك. وكانت تأتي هذه المناسبات
شهر ربيع الأول كان شهرا يغدق فيه الناس وهذا الأمر، ولا زالت القصائد إلى الآن موجودة وفيها شعر كبير. لما تقرؤون على السجية وأنتم طلاب علم، آخر من الروائع التي قيلت بردة أحمد شوقي، وهي جميلة جدا وفيها لغة عالية وفيها سمو. فمن هذا كنا نحن في المغرب نقرأ قصيدة للسقراطيسي، كنا نتلوها في مثل هذه المناسبات، والناس يتلون طبعا يكون لهم محور للحديث. ثم ظهرت بعد ذلك البردة، بردة البوصيري وهمزيته، فترك الناس أو أخر الناس قصيدة سقراطيسي وصاروا يتحدثون وصاروا يقرؤون البردة، والبردة تقرؤونها. البردة بردة المديح كثير من الناس لا يفهمها، وأحرى بمن لا يفهمها لا يتحدث عنها. من لم يعرف البردة ولم يقرأها بيتا بيتا فأولى له أن لا يتحدث عنها وأن لا يسارع إلى تخطئة ما لم يفهمه. يا رسول الله، ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العميمي. هناك من يسارع ويقفز، هذا لا يجوز، هذا شرك. كيف الشرك؟ هذا يتحدث عن الحادث العميمي الذي هو يوم القيامة، والناس فيه يهرعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله الشفاعة الكبرى. من أنكر الشفاعة من المسلمين إلا أن يكون من الخوارج، طائفة واحدة تنكر الشفاعة، الخوارج. فإن قلت بهذا فقد انضممت إلى الخوارج. البصيري تحدث عما يعرفه من سنة من عقيدة أهل السنة، وقال يا رسول الله ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العميم. وحينما تريدون هذه بالمناسبة أن تقرأوا أي في أي باب، اجمعوا أطراف النصوص، اجمعوا أطراف النصوص. أكبر خطأ يفعله الناس في التاريخ ونفعله الآن أن نأخذ النص نبتره أو نذكر منه ما حل لنا ويقع حينئذ الزلل. هناك نصوص كثيرة في فضل علي بن أبي طالب مثلا وهي صحيحة، ولكن هناك أيضا نصوص كثيرة في فضل أبي بكر وعمر. فحينما تقرأ نصا وتسكت عن نص فمعنى ذلك أنك ذهبت إلى الانحراف مباشرة. النص ليس بالنسبة إليك قضية، إنما هو مطية تريد أن تركبه لشيء. وذلك كان الشاطبي يقول هذا كلام، كلمة جميلة للإمام الشاطبي، يقول إن الذين ضلوا كأكثر الناس ضلوا بسبب تصرفهم في النصوص، أن يأخذوا بجزء ويسكتوا عن جزء. فإذا قال البصيري ما لمن ألوذ به سواك، لكن يقول عند حدوث الحادث العميمي، إذن يوم القيامة، إذن الموضوع موضوع آخر، والشفاعة الكبرى لرسول الله لا ينكرها كما قلت إلا رجل خارجي. نحن الآن قلت في هذه الحالة نشاهد ما يتعرض ونسمع ونتابع ما يتعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأدب الغثي والكاذب الظالم، مما يشيئه بعض الناس ويكتبونه بمداد الجهل والحقد، جاهلون حاقدون ويكتب ويذهب ذلك كله أدراج الرياح، ولا يتراجع وجود رسول الله ومكانته في عند الناس أبدا عند المسلمين مطلقا. وعاش الناس هذه المدة السابقة، لأن كان هناك من يؤجج وكان من يراهن، عاشوا شيئا من الاحتكاك والاستفزاز، ثم لم يقع شيء. فإذا برسول الله هو رسول الله، وإذا بالمسلمين يحبونه، ولا أحد استطاع أن يمس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أذكر أنه حينما ظهر الأول
صاحب آيات شيطانية سلمان رشدي، وتحدث عن أشياء من هذا القبيل واتهم النبي صلى الله عليه وسلم بكذا. وكتب أحد الكتاب العربي مقالا في جريدة سيارة، والناس هؤلاء يعجبهم هذا، يطلبهم أن يقرأوا لكل من يتهجم على ما هو ثابت، لأنه اكتشف ما لم يكتشفه الآخرون. وقال هو كلنا سلمان رشدي، وشاء الله أن ألتقي به في هذه المدينة. وسألته: أنت تعرف، أنت تقول كلنا سلمان رشدي، هل رأيت وعرفت بالعلم ما قاله سلمان رشدي؟ هل علمت أن قضية الغرانيق هي قضية ليست صحيحة، وأن المؤرخين فندوها؟ وهل بعدما حديث طويل قال لي بصراحة، وقد توفي هذا الشخص، قال: إنك لم أكن أعرف شيئا من هذا أبدا، فلماذا تحدثت؟ ثم إنه حاول أن يغير موقفه ذلك. وحينما ظهرت الكاتبة والظالمة الثانية سليمان سرين، كان هو الذي تصدى لها في فرنسا. هذا أذكره استطرادا. أقول الآن نحن الآن نعيش هذه الحالة، حالة الفصل أو محاولة الفصال بين الأمة ونبيها من خلال هذا. والذين يملعون الآن الناس من الاحتفال والاهتمام برسول الله، هؤلاء تقريبا ذاهبون حيث لا يشعرون وماضون. ماذا نخسر نحن حينما نجتمع ونقول للناس: هذا رسول الله وصفه كذا وكذا؟ ماذا؟ هذا هدره وصفه. ونحن دائما يتكرر هذا الكلام، وهذا الكلام لن ينتهي إلا بانتشار العلم، وإلا سوف يردده أناس وأناس ولن يقبلوا منك، لأنهم صمموا على أن هناك معنى خاص للبدعة وهم يحاكمون بنفسه، وليس كلام العلماء. البدعة لم يتحدث فيها عامة، تحدث بها الشاطبي في كتاب الاعتصام، وتحدث بها غير الشاطبي من العلماء الكبار، وحققوا القول إلى درجة أننا لا نتهم الصحابة بالابتداع. هناك من يتهم الصحابة بالابتداع: أتريد أن تكون أفضل من عمر؟ نعمتي البدعة هذه، ويقول: هذه بدعة عمرية. إذا كنت ترى نفسك أفضل من عمر فهذه فتنة لك، فتنة ما فيهاش هذا، لأن صديق وهو خريج بيت النبوة، وهو الذي فعل في الإسلام للمسلمين ما لم يفعله غيره. هذا الذي جمع القرآن، هذا الذي أوصل الإسلام إلى بلاد الفرس، هذا الذي فعل ما فعل، مع ذلك يأتي إنسان ليس في العير ولا في النفير ولا هو علم، ومع ذلك يصطاد هذه الكلمة، يقول لك: هذه بدعة عمرية. وعمر كان يقوله الشيعة. وتعرفون أن العلماء المالكية وقفوا بالمرصاد لدعاوى الشيعة لما كانوا في تونس، ولما أرادوا أن يغيروا وكانوا يريدون تغيير التراويح، وكانوا يزيلونها لأنها من فعل عمر، وكانوا يقولون: نطيل صلاة العشاء ونزيل التراويح. ولكن الذين بينوهم العلماء الكبار، تجدون هذا إن شئت في لدى القاضي عياض، وقد تحدث عن هؤلاء العلماء في ترتيب المدارك خصوصا في الجزء الخامس. إذن الآن هذه العملية التي نذكرها الآن هي عملية كبيرة، عملية التفرقة أو إبعاد الأمة عن نبيها، ويغتنم هؤلاء كل مناسبة وكل كلمة وكل فرصة، لأنهم يريدون أن يشغبوا على هذه المحبة وهذا الرباط الوثيق الذي يجمع بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته، ولا يزال إلا وثوقا وشدة. فمرة يتحدثون المرأة عن ظلم الإسلام للمرأة، هذه المرأة ممتهنة ومظلومة، لماذا؟ لأنها في بعض الحالات ترث نصف ما يرث الرجل، هذه فاصلة 16.33%، والباقي
16 فاصلة 33 ترث فيها المرأة أبطال حالة، لأن الحالات فيها ما ترث المرأة ويحرم الرجل. الأخت لأبي قد ترث السدس، ولو كان مكانها أخ لأب وكانت التركة مستغرقة فإنه لا يرث ولا أحد يقول شيئا. هذه مسألة ليس فيها عطف على المرأة، وإنما فيها تشويش على ذهنية المسلمين. هذه واحدة. ثم هم يقولون إن هذا الإسلام عنيف مع المرأة، إسلام عنيف. من أين تجدون العنف بالله عليكم؟ أين تجدون العنف بالله عليكم؟ نحن الآن ثم ماشي، هناك الناس الذين يلتقطون الكلام في القوارع قارع الطريق، هؤلاء لا يجمعون علما ولا يصلون إلى نتيجة، ولكن أنتم لا، يجب أن تجمعوا هذا وتجيبوا به. حينما جاءت المرأة كما سمعتم منذ قليل تستشير النبي صلى الله عليه وسلم في من تقبل أن يكون لها زوجا، وقال لها إن معاوية صعلو كل ملأ، وإن أبا الجهم لا يضع العصا عن عاتقه، أي يضرب أو يسافر كثيرا، فدعك من هذا وذاك، فهو لا يريد لها أن تكون لا فقيرة ولا مضروبة. هذا هو التوجيه للناس. ولكن قال لها انكحي أسامة، أسامة بن زيد، وكان يسمى وكان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظتوا هذه، انتبهوا دائما لهذا، لا تنكح لا هذا ولا هذا، لأنه لا يريد لها لا أن تعيش فقرا مدقعا. ومصعب ومعاوية كان يومئذ فقيرا جدا، وهذا كان غليظا شديدا، فقال لا تتزوج، ولم تتزوج بذلك. تزوجت رجل الذي ذكرها المسلم، فكان كما قالت هي كان بركة. هذا القرآن الذي نقرأه، ماذا نقرأ فيه؟ قرأ القرآن قراءة جيدة. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمنع نفسه أو يرى أنه يمنع نفسه من بعض المأكولات إرضاء لزوجاته. إذن هذا النبي يذهب بعيدا في إرضاء الزوجة، لم يكن الذي يرضي الزوجة ويطلب رضاها ليس هو العنيف الذي يضربها ويشتمها أبدا، مستحيل. فقول الله تعالى تبتغي مرضات أزواجك، دير تحت واحد الشرطة باش تعرف ما هي نوع العلاقة التي كانت لرسول الله مع المرأة مع زوجته. هذه المرأة حينما تقع الخصومة بين الزوج والزوجة، من يكون القوي؟ يكون الزوج. إذا لم يكن متأسيا إلى أي شيء يلجأ، إما إلى العنف اللفظي أو إلى الضرب، يضرب. إذا اختصم مع زوجة وردت عليه وكذا، والأولى والثانية يمشي لها يعطيها سقلا ولا كذا، ياك هذا الشيء اللي كاين. ماذا فعل نفسه في حالة المماثلة؟ يخاطب، أمره الله تعالى أن يخاطب أزواجه. إن كنتن تردن الحياة الدنيا زين وزينتها فتعالينا، ماشي أضربكن، أمتعكن زين وأسرحكن سراحا جميلا. ما كاينش شي عبارة على لسان البشر أحسن من هذه في الرقة والعذوبة. في حالة الخصومة تعالينا أمتعكن، يعطيهن المتاع ويوسع عليهن ثم يفارقهن، ولكن يذكر لهن أن هذا الفراق ليس فيه شتم ولا سباب ولا ولا، أسرحكن سراحا جميلا. ما يديلهاش حقها، ما يوقفهاش المحكمة، ما يجرجرهاش. هذه جملة خصكم توقفوا فيها لأنها تدل على هذا النمط. حينما تقرؤون القرآن الكريم وتقرؤون قصص الأنبياء وتقرؤون أن موسى ذهب إلى مدين، ماذا وجد؟ وجد فيه أمة من الناس يسقون، وجد من دونهما امرأتين تذودان تقصيان تبعدان الأغنام. قال ما خطبكما؟ لماذا؟ قالتا
لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير ليش إذا؟ فسقى لهما. إذا الذي يمد يده بالعون والمساندة للمرأة الضعيفة المقصاة هو النبي، هو موسى عليه السلام. وكان القرآن يقول بأن هذا الصنيع من هؤلاء شيء شائن، لأن هؤلاء لو كانت لهم فضيلة لقدموا امرأتين ثم استقوا. هؤلاء قوم كثيرون يستقون ويأخذون الماء، وامرأتان من دونهم من دون الرجال تقصيان وتبعدان الغنم حتى يصرف تيصدر الرياء منها تمشي، يعني ليس لها حق، ليس لهم الحق في أن في الاستقاء إلا إذا ذهب أولئك. فبين القرآن كيف أن المعايير الأخلاقية كانت مهتزة، وكيف أن المرأة لم تكن مكرمة، فوضع النصاب الأمر في نصابه وبين هذا الذي أنا أقول لكل طلاب العلم: اقرأوا القرآن أولا، واقرأوا فيه ما فيه من إشارات، هذه إشارات يا أحسن من أن نذكر لهم حديثا أو حديثين. إذا قلت تبتغي مرضاة أزواجك فهذا فيه تنصيص على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب سعادة أزواجه وكان يترضاهن. هذه الأشياء وهذه الشواهد التي نلتقطها من الآيات ومن الإشارات التي نستلهمها من القرآن حينما نعاشر، حينما نقرأ، حينما نفتح عيوننا وبصرنا وبصائرنا عليه نجد فيها الكثير. بمعنى أننا نقول للإنسان والمستهدف الآن هي المرأة أنك يجب أن نحذرك من أن تقع في هذا الخطأ التي تدفعين إليه جهلا، وإلا فكتاب الله يعطي صورة أخرى عن تعامل الرجل نبيا كان أو غيره مع المرأة التي من حقها أن تكون مكرمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.